صاروخ من ذمي الراشدين اني استرلالي اوت راشدين ما يمات بقبل يا راني بجوغوت وصلنا انصاب وبدنا نعاش بعد شيء اربع خمس اشهر طلعنا اي موي روبوسنيك تحت البيت موي روبوسنيك توجي رانين تشيرز 4 ميسيتسا اون فيخل اوت وبنهار صار هيك دمار كثير وخراب كثير يعني طريق البيت خرب لتقريبا للطبق الثاني مع عنبر الدرج مع الدكان اللي تحت البيت اني مستجالي سي كفرتير اي موي ماجازين يا رمونتيروال باشا برايوني كاكدا اسمك وين عايش؟ احمد ابراهيم ابن كيفو احمد ابراهيم ابن كيفو 3000 شقة محضر 14 جيفو ب 3000 شي نمر 14 غيره احكي عن الموضوع احكي ايش صار صارت الحادثة ب 2014 3000 صاروخ على البيت وقفت لحد البيت كله خرب بابال بكفرتيرو تسلو كفرتيرا ونستجالا اي بجيب لهم ايامها البيت كله قرا يعني ما تمشي في البيت طاولة صار كله رمد يعني سو كفرتيرا الزقاوة شو ضبط يعني تبع هذا يلا واقف هون و تعرف منين اجت الصواريخ؟ ما بتعرف اتجاهها اجى خير من راشدين راشدين من راشدين كله واحد اثناء الحادثه بالتاريخ اللي ذكرناه وفتو فريميه صار كذا حادثه بس هالصاروخ هذا نسكلكا ركيت ببطاله اجى بطا وصار وفاه الحجه يعني مصدره من راشدين اوت راشدين نصر الله اللي ركيته الحر ونصره والى اخره يعني وات سبابودني ارمي اي نصره ايوه